الشرطة الثورية الحرة مؤسسة مستحدثة لضبط الأمن في المناطق المحررة، وبالرغم من مرور وقت لا بأس به على تأسيسها، إلا أنها ما زالت مغيبة ولم تأخذ دورها بشكل فاعل في المناطق المحررة. الحقيقة جهاز الشرطة بدأنا تأسيسه من الشهر التاسع 2012، لحتى بعد فترة أجوا ناس للأسف تسلقوا على هالعمل هذا وأقحموا حالهم وبدون أي شرعية، ولكن كان الإمكانيات معهم. غياب دور الشرطة الحرة لم يكن فقط سببه ضعف في الإمكانيات، وإنما كانت هناك قضايا أخرى تحدثوا عنها ترتبط بفساد إداري، من صفقات سلاح فاسد إلى أمور مرتبطة بالتمويل، وقضايا أخرى كان من المفترض ألا تكون في مؤسسة مستحدثة وثورية. دليل عليه هون مسكنا كثير قضايا فساد، منا أسلحة، اشتروا لنا أسلحة طلعت قسم كبير منها غير صالح للاستعمال. طلبنا منهم انه قديش انه كم، خلينا نقول مخصصات لقيادة الشرطة، رفضوا، قال هذا امر ما بيصير نعرفه. لحتى الحمد لله قدرنا نقصيهم يعني، وهذا مما سبب لتأخير عمل الجهاز. بالرغم من عدم قانونية اللجنة الأمنية مارست عملها لعدة أسباب، أهم سبب أنه المال السياسي، المال السياسي ودوره وتبعيته لجهة سياسية، فقامت بعدة إساءات، منها صفقة الأسلحة الفاسدة اللي اشتروها لقيادة الشرطة دون أخذ رأي قيادة الشرطة ودون التنسيق معها أبدا، أموال الرواتب، رواتب العناصر، فكان يتم تأخيرها لآجال يعني لمدد كبيرة بسبب الضغط على قيادة الشرطة. غير أنهم لا يملكون الخبرة، أصبحوا يحاولون شراء ولاءات أو تسييس جهاز الشرطة. تعلم أن الشرطة لا يجب أن تحسب على جهاز سياسي، أصبحوا يشترون ولاءات كتائب باسم الشرطة، أصبحوا بأموال خصصت للشرطة يشترون ولاء الكتائب، يحاولون إقصاء أصحاب الخبرة من عناصر الشرطة. الشرطة الثورية الحرة، الهيئات الشرعية وألوية عسكرية وشرطة عسكرية ثورية، جميع هذه المؤسسات الأمنية تم تشكيلها في المناطق المحررة، إلا أن الأمن في هذه المناطق ما زال دون المستوى المطلوب. مؤيد سلوم، أورينت نيوز، حلب.